واضح بالنسبة لك، يرسل إن الصوت واضح. في أحد الصوت واضح عنده، يرسل إن الصوت واضح. واضح واضح واضح، أوكي. ما دام في لو شخص واحد أو اثنين يقولون الصوت واضح، معناه إن الصوت واضح، يعني اللي الصوت مو واضح معناه مشكلة من عنده. طيب أنا كويستشن طريقة السؤال على الكلمات موجودة في المنتدى. أنا نزلت تمارين على الثلاث وحدات الأولى، فيه أسئلة مشابهة لأسئلة الاختبار، فهذا هي الطريقة. أرجع للمنتدى وتشوفون الأسئلة موجودة هناك. الملف الثالث ما نزلته باللقاء اليوم، أوكي بنزله بعد اللقاء إن شاء الله. تتبع معي الآن على اللوحة، وبعد ما أنتهي من اللقاء راح أنزل ملخص هذا اللقاء. أوكي؟ عموما ما في كلام كثير اليوم في كملخص. اللي عنده مشكلة يا شباب في المادة، لا أعتقد إني أستطيع إني أكتب لك أسئلة الاختبار وأقول لك هذه أسئلة الاختبار، الموضوع كل واحد وقدرته. اللي عنده مشكلة بإمكانه يبحث عن مدرس أو طريقة ما، يعني يحاول يستفسر أكثر، لكن أنا أعتقد إن المادة سهلتها بأكبر قدر ممكن، حذف أكثر من نصف المقرر، والأسئلة إن شاء الله بتكون واضحة ومباشرة. طيب، أوكي، نفس السؤال، نفس الأسئلة تتكرر، شلون الكلمات، وشلون المحادثات، وشلون كل مرة أنا أوضحها، وموجودة في المنتدى يا شباب، الواحد بس يعني يخصص جزء من وقته إنه يدخل المنتدى ويشوف المواضيع اللي هناك قبل ما يجي. طيب اوكي الان first let's start with revision عشان نقفل الشاتنج الان. اوكي نقفل الشاتنج first let's make a quick revision. خلونا نسوي الان مراجعه سريعه لاخر جزئيه تكلمنا عنها، هو استخدام a و an or an or an. اوكي look at the board here. شوف السبورة اللي أمامكم، يقول لك استخدم use a or an before the following nouns. استخدم a أو an قبل الكلمات التالية. عندنا boys، عندنا sugar، عندنا egg، عندنا pen، عندنا juice، and we have money. بعد الوقت تقول لي نستخدم a or an or أنا حاط لك فراغ، يعني يا إما تستخدم a يا إما تستخدم an يا إما ما تستخدم شيء. أوكي؟ ونبغى نعرف إذا استخدمنا شيء نبغى نعرف لماذا استخدم. لو قلت بنستخدم a you have to tell me why. إذا قلت we use an also you need to tell me why. إذا قلت ما أستخدم شيء again you need to tell me why. طيب let's start with the first one. خلونا نبدأ بأول شيء. أول شيء boys. What do we say? نقول a an or nothing. طيب واحد يقول اوكي طيب nothing اوكي البعض يقول والبعض يقول nothing. Why nothing؟ يبي يقول ولا شيء. ليش؟ لأنه جمع. Very good. جمع. ذكرنا استخدام a before singular countable nouns beginning with a consonant. الأسماء المعدودة المفردة التي تبدأ بحرف ساكن. آن الأسماء المعدودة المفردة التي تبدأ بحرف عين. وضحنا ايش فرق عندنا. هذه بويز صح تبدأ صح أنها معدود وتبدأ بالباء حرف ساكن لكنها جمع وبالتالي we put nothing here. نضع هنا لا شيء. فقط ولو كنا نمسح حرف الحالة. بين بويز ما نضع بعدها شيء. طيب اللي بعدها sugar. Sugar, what do we put? أيضا another answer. Someone says nothing. Okay, very good. It's nothing. Why nothing? Again, العلة هنا مختلفة. العلة هنا أنها غير معدود. غير معدود. You cannot say one sugar, two sugar, three sugar. No. إذا sugar زي ما هي. ما نضع شيء. طب اللي بعدها egg. What do you say? Egg.
an okay an egg an egg why an egg لأن egg معدود ولأنه مفرد ولأنه يبدأ بحرف علة okay correct طب اللي بعدها next line pen pen we say a pen مثلا أقول I bought a pen yes can we do that Yes, we can. Very good. So it's a pen. اسم معدود ومفرد ويبدأ بحرف ساكن اللي هو pen. Okay, next juice. We say a juice or an juice. ولا شيء. Okay, في أحد يقول a واحد يقول nothing. طيب اللي يقول a يشرح لي why واللي يقول nothing يشرح لي why. طيب اللي يقول nothing اوكي اشوف الشرح هنا يقول غير معدود اوكي correct هذا غير معدود وغير المعدود لا نضع قبل شيء ما كانت we cannot say a juice طب لو واحد يقول طب انا اروح البوفيه مثلا او البقاله اقول اعطني اربعه عصير انت في الحقيقه لا تعد العصير وانما تعد علب العصير تقول ابغى علب اربع علب عصير وليس أربع عصير. طيب آخر كلمة money. What do you say؟ أيضا nothing؟ أوكي في أحد يقول آه واحد يقول آه واحد يقول nothing. أوكي لا أصبحت آه أو nothing أكثر شيء آه أو nothing. طيب ليش nothing؟ اللي يقول nothing ليش nothing؟ غير معدود. واحد يقول دكتور كيف؟ أنا حد عندي ريالين أربع ريال خمسة ريال مليون كيف ما أعدها؟ كيف الفلوس ما تعد؟ كيف النقود لا تعد؟ معدود لا هو أوكي هي ليست معدودة كلمة money ليست معدودة بمعنى you cannot say I have one money two money, three money, five money, لا. أن تعد what we call currency. Currency هو العملة. يعني تعد بالريالات تقول one real, two reals, three reals, one million reals. تعد الدولارز تقول two dollars, three dollars, ten dollars. لكن لا تعد الموني. الموني جنس الكلمة money, you cannot count it. You cannot count it. طيب. Okay, wait, okay, I think it's clear. Let's stop the chatting. And we go on to finish. Okay, now we start with a new lesson, unit 2. راح نبدأ الآن في الوحدة الثانية. First lesson in unit 2. اللي قبل شوي كان مراجعة لآخر موضوع في Unit 1. Now we start Unit 2. We start Unit 2. Okay, so please look at the board. First, vocabulary. Vocabulary. Okay, نبدأ الآن بالكلمات. نبدأ بالكلمات. اللي مع الشارع كان قبل شوي يقول الصوت، الصوت أعتقد المشكلة عندكم. وليست عندي. First of all, we have the word check. قبل اللي معاه الكتاب ممكن we can open page page 10. It's on page 10. يعني صفحة 10. هي صفحة 10. الموجود أمامكم على السبورة. First the word check. What's the meaning of check? Check معناها يفحص يتأكد منه راح تمر علينا مثلا في بعض الوظائف انهم to check customers orders يفحص ويتأكد من طلبات العملاء اوكي اذا هذا check ليس check اللي هو الشيك هذا check بمعنى يفحص طيب make يصنع اوكي to make food To make, no, anything. اصنع أي شيء. اصنع أحد المنتجات.
make. So make يصنع make. طيب product. Product companies have products. الشركات لديها products منتجات. فالproduct معناها منتج. الفعل منها produce منتج والاسم منها product. Product. A conference. Conference. Conference معناها مؤتمر. To attend a conference معناها يحضر مؤتمر. To attend a conference يحضر مؤتمر. طيب manage. أعتقد مرت علينا كلمة manager. Manager معناها مدير. طيب manage. Manage is the verb. هي الفعل. الفعل من مدير هو يدير. So if I say Mr. Al-Qahtani is the manager of the company. This means هذا يعني he manages the company. هو يدير الشركة. Okay. طيب provide معناها يزود. Okay. ليس يزود يزود أو يقدم. المقصود يعني يقدم خدمة. يزود أو يقدم خدمة. يعني خدمة إنترنت. مثلا نقول STC. هل نقول STC provides internet services؟ provides ولا makes؟ هل خدمات الانترنت نقول يصنعون خدمة الانترنت ولا يقدمون؟ يقدم يعني provide. راح مر علينا تمرين اليوم عن الفرق ما بين يزود او يصنع. في بعض الاشياء نقول يقدم خدمة ويزود خدمة. وفي بعض الاشياء لا يصنع منتج معين. راح نشوف الفرق بين الثنتين. طيب develop. develop معناها يطور. يطور. develop معناها يطور. مثلا نقول iPhone develops its or Apple develops its iPhone. شركة Apple تطور منتج الآيفون. كل مرة عندنا 6S, 6S Plus, 7 etc. organize. organize معناها ينظم. ينظم. لو ربطناها بالكلمة والكلمة الخامسة مؤتمر فنقول they organized a conference. نظموا مؤتمرا. organize ينظم conference مؤتمر. sell. sell is very easy. سهلة جدا وشائعة ومنتشرة واعتقد انها واضحة اللي هو يبيع. to sell something. to sell a product. sell a product طبعا يبيع منتج. طيب help with يساعد. يساعد في يعني يساعد في عمل معين. مثلا حقين الدعم الفني they help with customer problems. okay. طيب plan ليست plane. لو أضفنا حرف الإي في النهاية فننطقها plane الطائرة لكن هذه plan. plan. plan معناها إما خطة كاسم أو تأتي فعل يخطط. أقول مثلاً I plan to visit my uncle next month. أنا أخطط أني أزور عمي الخالي الشهر القادم. STC مثلاً plans to open a new branch in نشوف مدينة الحرينة for example. إذا STC تخطط لفتح فرع جديد في حرينة. Okay, plans. طيب work for, work in, ولا work at. Okay, معناها يعمل. يعمل لحساب. حساب شركة ما. يعمل للشركة الفلانية. أو يعمل في.
يعمل حساب أو يعمل فيوتشر. أوكي، راح ناخذ هذه بالتفصيل في الدرس الجاي. أوكي، فإذا هذه هي بعض المفردات اللي راح تمر علينا اليوم. أوكي، الآن بقية العناصر راح أسجلها لكم الحين على اللوحة، لكن ما راح يكون فيها كتابة، راح كلها تكون من الكتاب. Everything will be from the book today. راح يكون من الكتاب. شوي. لو تشوفون بس الصدورة أمامكم، أول شيء الآن عندنا conversation page 109، أول شيء عندنا محادثة صفحة 109. So if you open page 109 اللي معاه الكتاب أو اللي معاه الموثقات اللي نزلتها، هي موجودة في الصفحة الأولى منها، في أسفل الصفحة مكتوب 109. Now conversation 2.1، محادثة 2.1. اوكي، تبقى معي الآن في المحادثة، تبقى مع بعض في المحادثة، المحادثة الثانية في الحقيقة 1 and 2. Let's read and discuss the meaning of words. مرة ثانية، ليس المطلوب المحادثة معرفتها وحفظها، ولم تكن هناك محادثة في الاختبار، وإنما فقط نتعرف على الكلمات المهمة. طيب نشوف الآن المحادثة. Hello, my name is Song Soo Hong. I work for Samsung. تذكرون آخر كلمة مرت علينا لما تقول I work for، يعني أعمل لحساب شركة سامسونج، يعني أعمل عندهم. إذا I work for Samsung Electronics، أعمل لحساب شركة سامسونج الإلكترونيات. طيب وش فيها سامسونج؟ سامسونج is one of the world's largest، هي أكبر الشركات إيش؟ consumer electronics companies، هي أكبر الشركات، إذا واحدة من أكبر شركات الإلكترونيات الاستهلاكية، الإلكترونيات الدقيقة الصغيرة. We make، تذكرون مرة علينا قبل شوي، وش معنى make؟ وش معنى provide؟ make يصنع. إذا we make computers، معروف شركة سامسونج، they make computers، يصنعون أجهزة حاسب الآلي، telephones زي الجالكسي، MP3 players، مشغلات الـ MP3، GPS system، عندنا في الملاحة. هنا كلمة make من الكلمات اللي حفظناها قبل شوي والآن تطبق عليها. I am a technical training manager. طيب أنا عرفنا أنك تشتغل في سامسونج، لكن وش وظيفتك بالضبط؟ وش بالضبط تعمل؟ قول I am، وش وظيفتك بالضبط؟ I am a technical training manager، مدير التدريب الفني والتقني. أي تكنيكال فني أو تقني، تريننج تدريب، مانجر مدير، خلينا قبل شوي، يعني أنا مدير التدريب الفني. And I work at، قبل شوي عندنا أخذنا I work for، الآن I work at، وين في أي إدارة في سامسونج؟ I work at أو في أي مكان؟ The headquarters in Seoul. At يعني أعمل في المركز القيادة، headquarters معناها مركز القيادة في Seoul. الفرع الرئيسي حق الشركة في سول، مدينة سيول. Today I'm going to talk about the electronic industry. اليوم راح أتحدث عن الصناعة الإلكترونية. Okay؟ صناعة الإلكترونيات. طيب هذا المحادثة الأولى. Number two. Good morning. صباح الخير. I am Emma Clark and I work for IBM. I work for، أعمل لحساب شركة IBM. I am an IT consultant. Okay, مستشارة IT، تقنية المعلومات. In the IBM software group، في مجموعة IBM للبرمجيات. Software، عندنا أي جهاز حاسب، في software في hardware. Software هي البرامج اللي تشتغل. الهاردوير هي الأجزاء الصلبة اللي موجودة في الجهاز. Okay. IBM is one of the largest computer companies. هي واحدة من أكبر شركات الكمبيوتر in the world، في العالم. We make، مرة ثانية make يصنع، and sell
مرت علينا في الكلمات سيل ونبيع hardware and software. hardware الأجزاء الصلبة and software والبرامج. I work in IBM's office in Ontario. إذن I work in. مرة ثانية I work for أعمل في حساب شركة. I work at أو I work in أعمل في المكان الفلاني فرع معين أو حتى في الإدارة معينة. Office in Ontario, Canada. It's very good to see you all here today. أنا سعيد بمقابلتكم جميعا. Okay. طيب على حسب اللوحة اللي أمامكم الآن ننتقل إلى page 10. Page 10. Page 10. طيب page 10 أمامكم الآن يفتح صفحة 10 خلونا يعني يمكننا فيها شيء كثير معاك الكلمات اللي أخذناها قبل شوي. طيب هذه محادثة في محادثتين اللي قريناهم قبل شوي على تمرين عليهم ما يحتاج نتكلم عليهم صح هذا حتى غير الكلمات we don't have to do it ممكن نتجاوز صفحة 10 and we go to book page 11 نروح الآن صفحة 11 صفحة 11 اوكي الصفحة هذه في أعلى الصفحة راح ناخذ التمرين اللي فوق في البداية التمرين هذا لتوضيح الفرق between provides و make أو makes أو manufactures نفس المعنى إذا عندنا كلمتين كلمة provide معناها يقدم أو يزود زي ما أخذنا قبل شوي الكلمة الأخرى هو make يصنع وفي كلمة أخرى نفس معنى make اللي هي manufacture اللي أخذناها من المرة الماضية manufacture معناها أيضا يصنع إذا make و manufacture نفس المعنى يصنع و provide يزود يعني يزود خدمة خدمة اتصال خدمة انترنت خدمات بنكية إلى آخره أوكي طيب الرقم الآن تشوفون book page 11 صفحة 11 صفحة 11 الرقم تشوف الآن التمرين اليمن التمرين اليمن عندنا ثلاثة أعمدة ثلاثة أعمدة أما يهمني العمود الأول العمود الأول اسم الشركة والعمود الثاني في أي بلد يعني بالنسبة للآن ليس مهم من عندي أن تعرف مثلا أن تويوتا شركة يابانية وبنك أوف أمريكا في الـ USA والريكورد في اليابان هذا أمور لا تعنيني أنا يهمني الآن العمود الأخير على اليمين شوف العمود الأخير اللي على اليمين we have 1, 2, 3, 4, 5 قبل كل كلمة الكلمة أو عبارة من العبارات هذه في فراغ الفراغ هذا نريد أن نضع فيه إما كلمة provides أو manufactures لأن نضع كلمة provides بمعنى يصنع عشان يقدم أو يزود خدمة أو manufactures اللي يصنع. أوكي؟ فأنا بترك لكم مجال اللي بيعرف الإجابة وعشان ما أحتاج تكتبون الكلمة كاملة تضع الحرف الأول يعني إذا وضعت الآن حرف P معناها provides يقدم كخدمة وإذا وضعت M معناها manufactures اللي هو يصنع 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 منتج معين. أوكي؟ طيب بترك لكم الآن أفتح المجال chatting okay. نبدأ الآن first and the number one okay. number one telecom services what is it? Is it P or M? أعتقد أنها P or M okay. all answers are yeah, almost all answers are P okay, good. Okay. the answer is P إذا number one provides لما يجيك اختيارات يجيك telecom services هو ايش؟ خدمات الاتصال خدمات الاتصال هل هي منتج يتم صناعته ولا خدمة يتم تقديمها؟ هي خدمة إذا نقول provides number one provides number one provides طيب number two
banking services. Banking services. Banking services. هل هذه P or M؟ اللي يقول ارفع صوتك، لان اعتقد المشكلة عندكم انت ضبط وضع الصوت وارفع السماعات وارفع مشكلة تقنية عندكم، فانا واضع اذا بزيد صوتي اكثر من كذا راح يكون في تشويش. اذا it is P. ايضا number two it's P provides. Number two provides. Provides. Correct. طيب اللي بعده الان number three office electronics. الكترونيات مكتبيه. هل هذه make or provide؟ اذا M. Very good. Makes. الكترونيات المكتبيه هذه منتجات يتم تصنيعها وليست خدمه. اذا manufacturers. Manufacturers. لازم تعرفون الفرق بين الاثنين يا شباب. طيب number four food products. Number four food products. هل هي M or P؟ ايضا M. نعم make. المنتجات الغذائيه. المنتجات الغذائيه ليست خدمه وانما هي منتج شيء يتم صناعته. اذا make. او manufacturers نفس المعنى. Number five cars. Cars. M or P. Again there is M. نعم manufacturers. تصنع. تصنع. Okay. طيب very good. الآن الـ next exercise في نفس الصفحة الآن. نفس الصفحة نترك ثلاثة وأربعة اللي فوق وننزل للجزء الأسفل من الصفحة. عندنا كلمة listening. عندنا كلمة listening. Okay. كلمة listening. We have here six words. عندنا ست كلمات. We want to put them in the correct space. راح نحتاج نضعهم في الفراغ الصحيح. طيب الآن راح أحاول الفراغ على السبورة عشان أشوف إجاباتكم ونكتبها مع بعض. طيب عندنا 1 2 3 4 5 6 الآن نضع الآن الكلمة في الفراغ الصحيح. I'm going to start reading. راح أقرأ الآن في البداية نشوف في الكلمة الأولى. الكلمة الأولى My name's Yong Min Lee and I'm from Korea. أنا من كوريا. I'm an بعدين فراغ. What is in the first space? وش الفراغ الأول؟ واحد كاتب engineer. I am an engineer. Is it correct? Is it engineer? Okay. Engineer. صحيح. I am an engineer. أول نقطة هذه من الأشياء اللي لازم تنتبه لها. لما وضع لك an لازم تعرف الآن أن الكلمة اللي ستأتي بعدها لازم تبدأ بحرف علة، لأن آن ما تأتي إلا قبل حرف العلة. وبالتالي يعني كلمة head، كلمة company، كلمة Singapore، كل هذا راح تستبعدها مباشرة. هذا من الأشياء اللي تفيدك في أثناء الإجابة. طيب إذا نمبر 1 خلص من نمبر 1. ترى اللي قاعد مستمر يكتب له رقم 2 ورقم 3 انتظر شوي يعني مو طبيعي صراحة. خلونا ناخذها واحدة واحدة. إذا شفتكم تتخطون الفقرة اللي أنا الآن قعدت فيها راح أوقف الشاتنج وأحللكم معها. ركزوا معي لا تستعجلوا. طيب نكمل بعدها. I am an engineer. I work for Foster Wheeler in أشتغل في Foster Wheeler وين؟ In Singapore. Okay, in Singapore. And number two. In Singapore. Okay, Singapore. Singapore, correct. Okay. Next year,
في السنة القادمة I'm going to work in the UK Foreign Office. Head Office, UK Head Office. نعم، الفرع الرئيسي في بريطانيا. Head Office. معنى Head Office، الفرع الرئيسي. الفرع الرئيسي. Foster Wheeler is an مرة ثانية an يعني حق علمي بيجي بعدها engineering an age من اللي يعرف من before an راح كاتب international engineering okay international that is correct then an international دولية كلمة international دولية an international engineering and construction ايش وش بالضبط هي دولية وإنشاء ايش company شركة نعم is a company هي شركة دولية شركة هندسية دولية company correct with فراغ all over the world ولها ايش كل انحاء العالم ولها ايش offices نعم offices لها مكاتب correct with offices with offices okay correct very good طيب كذا نكون انتهينا من حل هذا التمرين هل هذا التمرين؟ طيب اللي بعدها الحين عندنا conversation page 110 عندنا المحادثة اللي بعدها المحادثة المحادثة اللي بعدها okay. في page 110 في صفحة 110 model 2.3 Okay. I'm book page conversation. Okay. المحادثة الثانية آخر محادثة اليوم راح نقرأها مع بعض. أيوة كل شيء عشان شلنا عن المتابعة. Okay. تبدأ معي الآن محادثة ليست محادثة قصيرة. Just 2.3. محادثة 2.3. تبدأ معي المحادثة. Good morning everyone. صباح الخير جميعا. Good morning, everyone, and thank you for coming. Before we begin, قبل أن نبدأ, I'd like you all to introduce yourselves. كلمة introduce yourselves يعني قدموا أنفسكم. هذه من المهارات المهمة في اللغة الإنجليزية. أي واحد يتعامل مع عملاء يتعامل مع شركات أخرى, you have to be able to introduce yourself. لازم تكون قادر على انك تقدم نفسك، كيف تقدم نفسك؟ يعني تعطي اسمك وبعض المعلومات البسيطة. Please, will you start Mark؟ ممكن تبدأ يا مارك؟ بدأ مارك قال yes of course بالتأكيد. My name is Mark Nakamura. I work in the Information Technology Department. أعمل في كلمة department قسم. Information Technology تقنية المعلومات. اللي دائما يرمزونها بالIT. IT يعني Information Technology. أعمل في قسم تقنية المعلومات. I manage the company website. وش دورك بالضبط في قسم تقنية المعلومات؟ أنا أدير. Manage أدير. أنا أدير موقع الشركة. بعد الجهة الشخص اللي بعده قال I am Grace Wu. I work in the customer service department. أعمل في قسم خدمة العملاء. Department قسم customer عملاء service خدمة. أعمل في قسم خدمة العملاء. On the front desk وفي المكتب خدمات العملاء. I help with customer problems. مرت علينا من ضمن الكلمات. I help with أساعد في مشاكل العملاء. الشخص اللي بعده قال Ken Lee. I'm in sales. أنا في المبيعات. Sales مبيعات. And my job is to check customer orders. تذكرون كلمة check هي أول كلمة أخذناها اليوم. ويعني عملي هو أن أتفحص أو أتأكد من طلبات العملاء.
check custom orders. الشخص الأخير الآن قال I'm Maria Martinez. I am in the human resources department. أنا في قسم إيش؟ Human resources. موارد بشرية. Human resources معناها موارد بشرية. And I organize in-house training. وأنا أنظم التدريب الداخلي. In-house يعني في داخل مقر الشركة وليس في مكان بعيد. Today's training course هو برنامج التدريب اليوم هو is called time management إدارة الوقت. برنامج التدريس اليوم هو إدارة الوقت. إدارة الوقت. طيب آخر جزئية خلصنا من صفحة 11. Last thing we do is page 12. Page 12 آخر شيء نسويه اليوم هو صفحة 12 وهي صفحة مهمة. Okay. لما أقول لك مهمة يعني you have to pay attention. ركز وانتبه. تقول مهمة أنا ركز وانتبه. هذه من الأشياء المهمة جدا في تخصصكم ومن الأشياء اللي يأتي عليها سؤال. اللي ما في أعراف صحيحة. الآن أمامك department and daily activities. الآن مطلوب الآن نشوف الوظائف الموجودة أمامك ثم نحدد وين مكانها في أي قسم. Okay. لاحظ شوف الوظائف اللي فيها على الصفحة. كلمة sales representative الآن في صفحة 12 page 12 عندنا ست وظائف. أول وظيفة sales representative معناها مندوب مبيعات. حفظ معناها sales representative معناها مندوب مبيعات. أول كلمة عندك ست كلمات كلمة كلمتين كلمتين جملة كلمتين جملة. لأن في الكلمتين على اليسار أول واحدة منهم sales representative مندوب مبيعات. اللي تحتها مباشرة IT consultant وهو مستشار تقنية المعلومات أو مرشد تقنية المعلومات. مستشار تقنية المعلومات. الكلمتين المجمعين في النص. Marketing manager مدير تسويق. Marketing manager مدير تسويق. اللي تحتها personal assistant اللي هو يعني السكرتير او المعاون الشخصي. السكرتير الشخصي personal assistant يعني يكون مدراء مع سكرتير خاص. يسمى عندي ادارة سكرتير خاص. يروح مع طول نظم المواعيد يشوف كذا ويجهز فلوزات الى اخره. ممكن الخيارات على اليمين accountant معناها محاسب. accountant محاسب. ثم help desk advisor okay. اللي هو يعني مثل ما نقول المرشد المساعد help desk advisor مساعد المرشد المطلق الاستعلام. طيب الآن هذه ست وظائف وعندنا ست أقسام تحت الصورة مباشرة. المطلوب نحتاج نضع كل وظيفة تحت كل قسم. راح أبدأها قسم قسم وإذا حددت القسم حاول تقول لي وش الوظيفة. أوكي؟ وبترك لكم مجال للإجابة وبعدين ما يقارب خمس دقائق. لازم نخلص التمرين هذا. طيب أول قسم الآن عندك مكتوب human resources. human resources معناها الموارد البشرية. تحدد لي الآن حدد الآن الموارد البشرية من اللي يعمل فيه من الوظائف؟ أي واحد من الوظائف اللي ذكرناها؟ help desk المعاون الشخصي. نعم المعاون الشخصي personal assistant أو السكرتير الخاص. دام السكرتير الخاص يكون جاي من قسم الموارد البشرية أو تخصصه تكون موارد بشرية. إذا تضع في الفراغ الأول في personal assistant. personal assistant. طيب اللي بعدها عندنا customer services خدمة العملاء. من الموظف اللي فيها؟
خدمة العملاء، لا تكتب لي خدمة العملاء، تكتب جمولي، حدد لي شو الوظيفة، حدد لي شو الوظيفة اللي هو Help Desk Advisor. نعم Help Desk Advisor صحيح، Help Desk Advisor. طيب القسم اللي بعده Finance، قسم المال، قسم المالي، الإدارة المالية، وش الوظيفة؟ Accounting. Correct. Correct. ممكن أدورك في الاختبار واحد من الوظائف اللي فوق وأعطيك أربع اختيارات، أقول لك إن الوظيفة هذه يشتغل في أي قسم، لازم تكون عارفها. طيب الثلاث وظائف اللي بعد الثلاث الأقسام اللي بعد Sales، قسم المبيعات Sales، وش الموظف اللي يشتغل فيها؟ Sales Representative، مندوب المبيعات. صحيح، مندوب المبيعات. طيب اللي بعدها Marketing، التسويق. واضح من الاسم، من اللي يشتغل في قسم التسويق؟ مدير التسويق. اوكي، The Marketing Manager، مدير التسويق. آخر قسم Technical Support، الدعم الفني. من اللي يشتغل في الدعم الفني؟ IT Consultant. IT Consultant. طيب يعني راح ننتهي من، راح نتوقف هنا اليوم. We shall have 2 minutes. Any questions؟ راح نكمل بداية الدرس القادم، راح يكون مراجعة على الجزئية الأخيرة هذه، ثم بعدها نستمر في بقية المواضيع. Any questions please? Any questions? أسئلة وأجوبة مترجمة؟ لا، الأسئلة راح أعطيكمها، والترجمة موجودة عندي في الملخصات، موجودة في اللقاء الحين. أرجع للمنتدى، يسأل عن الكتاب أرجع للمنتدى. الصوت يا شباب مشكلة عندك وليست عندي. الجهاز هذا لسه مجد مجرده، وفي بعض زملائكم الان يقول الصوت واضح. المشكله ليست من عندي، مشكله من عندكم. اللي ما عنده عنده مشكله في الصوت يراجع جهازه، يراجع سماعاته، متاكد. اللي ما تطرق له تعتبر محذوفه. صحيح صحيح، اللي ما تطرق له. أعطيت ما أعطيت ملخص، أوكي يعني نسيت أنزل ملخص، لكن راح أنزل لكم دوكيومنت من هذا إن شاء الله. هذه الصفحة أنا راح باقي الصفحة راح أبدأ فيها في الدرس القادم إن شاء الله. لما يفتح معنا منتدى، المنتدى يعني أعتقد أنه يفتح معكم، لكن المشكلة أنك ما تقدر تشاركون فيه. اللي ما يفتح معه اصلا هذا مشكله، هذا لازم بالتاكيد يحتاج انه يكلم عماده التعليم عن بعد ويشوف الموضوع معه. يعني انا بالنسبه لي سويت له، ارسلتهم ايميل رسمي وكلمتهم بالتليفون وراجعتهم شخصيا امس. يعني احاول صراحه اني اساعدكم في الموضوع، يحتاج انتم الان تبذلون شيء من جهتكم. بالنسبة للكلمات أنا راح أضيف لكم شيء آخر إن شاء الله بعد ما ننتهي من الوحدة الثالثة، راح أضع لكم أيضا ملخص آخر، ملخص هذا مفصل، يعني وش الكلمات، وش العبارات، وش القواعد، راح تكون كلها في ملف واحد. طيب ومن ضمنها الكلمات المهمة اللي في المحادثات، يعني والاختبار لن يخرج عن اللي بنزل لكم في الملخص. في الفقرة في الاختبار ترى جاية من ضمن الفقرات اللي موجودة في الملخص، راح انزلها ان شاء الله. ما لقيت ملخص، نعم ما نزلت، بنزلها بعد شوي. المحاضرات المباشرة في نقطة أخيرة بس، حكم أن ما فيها متابعين كنت تسألوا في المنتدى، الكثير يعني يسأل ملخص فلاني ملخص فلاني ملخص فلاني، أنا لا يعني ما لي أي علاقة بأي ملخصات تنزل في أي مكان، وأعتذر عن مراجعة أي ملخصات. أنا بالنسبة لي أنا مسؤول عن الشرح اللي أشرح لكم أونلاين وعن الأشياء اللي أنزلها لكم في المنتدى.
أما أي اجتهادات أخرى يقوم بها أشخاص آخرون كل واحد اجتهاده كيفكم يعني، كل واحد يبحث في الطريقة اللي يعني عندها الحلم. طيب انتهينا كذا الوقت، راح ننزل لكم الملخص بعد شوي إن شاء الله ونلتقيكم الأسبوع القادم.